هذه فرحه كبرى. يومين كان زبيبنا سعداء بعيد ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد مولاي الحسن في الذكرى 21 في اطار فعاليات المهرجان الوطني 17 للطفوله والشباب اغاني وموسيقى وفنون تراثيه. احتفلنا بعيد ميلاد صاحب السمو احنا وسكان مدينه سالا وجمعيات المجتمع المدني وحضروا معنا وسائل الاعلام مشكوره على هذا الحفل، كان حقيقه حفل بهيج سعدنا. احتفلنا باطفاء الشموع على شرف ولي العهد مولاي هذا المنبر. وحنا كسالويين وحنا كجمعيه جمهور التنميه الاجتماعيه في اطار اتفاقيه شراكه مع وزاره الشباب والثقافه والتواصل، حنا سعداء وتنقولوا سيدنا مولاي الحسن الف 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 مبروك بعد عيد ميلاد السعيد، عيد ميلاد السعيد وعمر مديد. تشكركم ثانيه جميع المنابر اللي حضرت معنا ومرحبا بكم في رحاب جمعيه جمهور التنميه الاجتماعيه والثقافيه في المهرجان الوطني 17 للطفوله والشباب اغاني وموسيقى وفنون تراثيه. وبجميع اللغه تنقولوا سنه سعيده ويزونا بخسك مولاي الحسن الله يحفظكم وشكرا جزيلا. وبهذه المناسبه العزيزه على كل مغربي ومغربيه وهي عيد ميلاد الامير ولي العهد سيدي مولاي الحسن، فانا اتمنى له الصحه والسلامه وطول العمر والشعب المغربي ان شاء الله النجاح بجميع المسيرات، والله ينصر حامي الفن والفنانين جلالة الملك محمد السادس الله يحفظه لنا والله يشافيه والله يخليه لنا. وعاش المغرب وعاش الملك. طبعا مثل هذه المناسبات اللي عزيزه على قلبنا وعزيزه على المغاربه كلهم، فيعني دائما كنفرحوا كنسعدوا لا حنا لا الاطفال ديالنا لا الساكنه ديالنا وكيف لاحظتوا وكيف لاحظ الجميع، يعني دائما هذه الجمعيه الفتيه هذه الجمعيه اللي دائما تواكب المسيرات ديال الانجازات ديال هذه البلاد ديال سيدنا الله ينصره. كذلك اليوم جينا نحتفيوا بعيد ميلاد ذكرى 21 ديال مولاي الحسن اللي بدينا كنحتفيوا بها يعني منذ ان يعني تزاد عندنا هذا الامير هذا الحبوب اللي ان شاء الله غادي نشوفوا منه كل خير. كذلك غادي نقول لكم شكرا لكم انتم جميعا اللي دائما كتواكبونا دائما كتحضروا مثل هذا النشاط هذا. وفيف المغرب الله عاش المغرب الله يخلينا دائما في النشاط وفي كل ما هي جميله والله يحفظنا ويحفظكم من شر الخلق والله يهدي علينا دوك الناس.